لسلطة العدس البني رح يكون بدنا 1 كوب عدس بني مسلوق، رح يكون بدنا نص كوب من بذور الرمان، وخيار مقطع مكعبات، بندورة مقطع مكعبات، بصل أحمر مقطع مفروم صغير، نص حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات، وأيضا أحمر مقطع مكعبات إذا في عندكم ألوان عادي لونه، ربع كوب من البقدونس المفروم، وأيضا ربع كوب من النعنع المفروم، 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملح، فلفل، وخل البلسمك. طبعا عشان تكونوا عارفين إيش هو الحلو في هاي السلطة، الحلو فيها إنه أنتوا بتقدروا تحطوا فيها اللي بدكم إياه، الأساس هو الصلصة أو الصوص. بما إنه إحنا حاليا في سباق مع الزمن، رح نعمل على السريع هاي، ورح نطلع كمان بالوصفة الثالثة بعد ما أخلص هيك على السريع بدي أطبقهم، نطلع بالوصفة الثالثة، لأن الوصفة الثالثة أسهل منها في الحياة وهي حلو. للناس اللي ما بيحبوا الحلويات أو بيخافوا يعملوا حلويات رح يحبوها. طيب على السريع ننزل بالعدس، بعدين نروح على الفلفل الملون أحمر وأزرق، كثير حلو أزرق، وبندورة وخيار والبصل. ما رح أكتر بصل لأنه مبارح اكتشفت أنه مش كل الناس عندنا هون بالاستوديو بحبوا البصل، فأنا عم بعمل كمان على إشي أنه هم بحبوا، فرح أحط بس نتوفة. شفتوا قديه هذا البصل طعمه قوي، فدير بالكم. ورح أحط بذور الرمان، ورح أحط الدريسنج فوقي، رح أحط الفلفل، خل البلسمك، الليمون، زيت الزيتون من زيتي، وأيضا ملح الكسيح، وراح أحركهم. وأنا بحب يكون في شوية نعنع جوا الخلطة نفسها، فراح أحط كمان شوية نعنع جوا الخلطة عشان أحركهم، وهيك بتكون عندي صارت السلطة جاهزة. العدس جدا مفيد، حاولوا دائما دخلوه، دائما إحنا حرام شوربة عدس ومجدرة، ما حدا عمل لنا سلطات فيها عدس، عن جد كثير بشهوه. تمام هيك بتكون صارت عندي جاهزه.